الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، في هذه الليله نستعرض واياكم رساله علميه في موضوع من موضوعات العقيده، وهو توحيد الاسماء والصفات. وهذه الرساله هي رساله العلامه الشيخ الامام محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى، بعنوان منهج ودراسات لايات الاسماء والصفات. وهذه الرساله تثبت سلفيه الشيخ رحمه الله تعالى في عقيدته، وسنعرض لشيء من ترجمته بعد عرض الرسالة لمشيئة الله تعالى. وكانت هذه الرسالة محاضرة قد ألقاها الشيخ رحمه الله في الجامعة الإسلامية في 13 من رمضان سنة 1382 للهجرة. ومعلوم ما يشيع عند كثير من الناس المنتسبين إلى العلم في العالم الإسلامي من مذهب المتكلمين في الأسماء والصفات، وإنكارهم لكثير من الصفات وتأويلهم وتحريفهم بالأحرى لنصوص الصفات. ولا شك أن المجتمعات العلمية يكون فيها من هذا كثير، ويصل طلبة العلم إلى كتب ليست على طريقة السلف الأسماء والصفات. فبين الشيخ رحمه الله تعالى بعض القواعد الأساسية في هذا الموضوع، ونبه في بداية رسالته إلى أمر مهم، ألا وهو كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات، وكثرة الأسئلة في الموضوع من البدع التي يكرهها السلف، وأن مباحث آيات الصفات التي دل عليها القرآن الكريم تتركز على ثلاث أسس مهمة. الأساس الأول تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه بشيء من صفاته بشيء من صفات المخلوقين، تنزيه الله تعالى أن تشبه أي صفة من صفاته صفة من صفات المخلوقين. فلا يشبه سبحانه وتعالى أحدا من المخلوقين، ولا تشبه صفاته سبحانه وتعالى أي صفة من صفات المخلوقين، كما دل عليه قوله عز وجل ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. إذن أولا عدم المشابهة بين الله وخلقه. ثانيا الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله عز وجل أعلم منه سبحانه وتعالى، لا يوجد أحد أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ وكذلك الإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا القاعدة الثانية يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أخل بأحد هذين الأصلين وقع في ضلال، وتجرأ على الله عز وجل ونفى صفات أثبتها ربه لنفسه سبحانه وتعالى، والله يثبت ما يشاء لنفسه عز وجل من صفات الكمال والجلال، فكيف يليق بمجنون جاهل مسكين أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك، وهذا الذي وصفت به نفسك يلزم منه النقص، وأنا أريد أن أؤوله وأن ألغيه وأن آتي ببدله من تلقائنا من غير دليل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن آمن بصفات الله سبحانه وتعالى فإنه لا بد أن يعتقد أن الله منزه عن مشابهة المخلوقين، فيكون سالما من التشبيه وسالما من النفي والجحد، فهو يثبت الصفة ويؤمن بأنها لا تشبه أي صفة من صفات المخالق. هذا هو مضمون قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المشابهة ليس كمثله شيء، هذا الركن الأول، وهو السميع البصير أثبت لنفسه السمع والبصر. فمن جاء وقال إن المخاليق المخلوقة والحوادث هذه المحدثة المخلوقات المحدثة هذه لها سمع وبصر، فكيف نثبت لله السمع والبصر؟ هذا تشبيه.
سنقول كيف يكون تشبيها وقد قال هو لما أثبتها لنفسه قال ليس كمثلي شيء. فالله عز وجل له صفات لائقة لكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لأحوالهم. وصفات رب السماوات سبحانه وتعالى أكمل وأعلى من أن تشبه صفات المخلوقين. فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله، ولا يقول هذا إلا مجنون ضال ملحد لا عقل له. وقد قال الله تعالى في المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون. وقد جاء المتكلمون في بعض العصور الإسلامية واستخرجوا من كلام اليونان القواعد الفلسفية والكلامية، ثم حاكموا نصوص الصفات عليها فنفوا ما نفوا وأثبتوا ما أثبتوا بزعمهم أنهم يثبتون ما يوافق مقتضى العقل وينفون ما يقتضي العقل نفيه. فحكموا عقولهم في النصوص، وقدموا عقولهم على الكتاب والسنة، وقدموا منطق اليونان على القرآن. ولا يمكن أن يكون هناك أي مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فلكل منها فلله تعالى الصفات اللائقة بذاته وللمخلوق الصفات اللائقة به. وهؤلاء المتكلمون لأنهم لا يعتمدون على الكتاب والسنة فقد اضطربوا، رحمك الله. وكل من لا يعتمد على الكتاب والسنة يضطرب، وهذه قاعدة. فتجد أن بعض هؤلاء المتكلمين قد أثبتوا 7 صفات، وبعضهم أثبت 13 صفة، وبعضهم أثبت 21 صفة، وهكذا اضطربوا في عدد الصفات التي يليق من وجهة نظرهم أن يوصف الله بها. كل واحد على حسب عقله يقول: يا هذه تليق لا أثبتها، هذه لا تليق لا أثبتها. وأهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. فهؤلاء بعض المتكلمين المشهور من مذهبهم الذي أثبته الأشعري أولا 7 المشهورة، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، جمعوها في هذا البيت وقالوا إننا نعترف ب7 صفات لله فقط. ما هي؟ قالوا: صفة القدرة، وصفة الإرادة، وصفة العلم، وصفة الحياة، وصفة السمع، وصفة البصر، وصفة الكلام. طيب غير هذا من الصفات التي أثبتها الله لنفسه، مثلا الله أثبت أنه يحب ويغضب ويرضى ويرحم وإلى آخره، قالوا: لا لا نثبتها. طيب صفات الذات، أنه له اليد، له اليد والوجه والقدم والأصابع سبحانه وتعالى إلى آخره، قالوا: لا لا نثبتها. والمعتزلة أيضا أصحاب علم الكلام قد نفوا، عطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى ونفوا الصفات، قالوا: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، لأنهم لا يريدون إثبات لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة. يعني هؤلاء طبعا في النفي غلوا أكثر من الأشاعرة بطبيعة الحال. وهذا مذهب يعرف كل عاقل بصير بالكتاب والسنة أنه مذهب باطل. فالآن الشنقيطي رحمه الله في رسالته يريد أن يناقش هؤلاء ويثبت لهم أن ما أثبتوه هو من باب الذي نفوه، وأن يلزمهم إما بنفي الجميع أو إثبات الجميع، وأن يقول لهم إن المحذور الذي تفرون منه في الأشياء التي تنفون عن الله موجود إذا أردنا أن نطبق كلامكم في الأشياء التي أثبتموه. فالآن يقول لهم مثلا: الإرادة، أنتم تثبتون لله يا أيها الأشاعرة، يا أيها المتكلمون؟ يقولون: نعم نثبتها لله. طيب أليس المخلوق له إرادة؟ يقولون: نعم. فيقول: إذن هذا تشبيه، ليش ما تؤول إرادة وتنفو الإرادة أيضا؟ وما معنى أنكم تنفون الوجه لله مثلا وتقولون لأن الوجه من صفات المخلوقين، وإذا أثبتنا الوجه عملنا مشابهة فننفي الوجه؟ فنقول: وأيضا الإرادة إذا أثبتتموها عملتم مشابهة لأن المخلوق له إرادة، فانفوا الإرادة إذن. لكنه جرى رحمه الله في
في كتاب في رسالته ولعل من الجد فيها أنه مشى على تقسيم المتكلمين فندى واحدا واحدا فقال في صفات المعاني التي أقروا بها نقول لهم وصفوا الله بالقدرة وأثبتوا له القدرة والله عز وجل يقول إن الله على كل شيء قدير والله قد وصف المخلوقين بالقدرة هاتوا آية من القرآن تدل على وصف المخلوقين بالقدرة إن المخلوق له قدرة هاتوا آية نعم قدرة قادرة لفظ قدرة مثبت للمخاليق قدرة طيب مثل قوله سبحانه وتعالى من قبل أن تقدروا عليهم فأثبت لهم القدرة وآيات أخرى أيضا طيب فهذه نقول لهذا الرجل المنحرف ها أنت تثبت القدرة للخالق وتثبت القدرة للمخلوقين هذا تشبيه فماذا سيقول سيقول لا للمخلوق للخالق قدرة تخصه وتليق به وللمخلوق قدرة تناسبه فنقول كلها في اليد والأصابع والقدم وكلها في المحبة والبغض والكره وكلها في سائر الصفات فلماذا فقط أثبتت هذه السمع قال وصف الله نفسه بالسمع والبصر في غير آية من كتابه فقال إن الله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ووصف بعض المخلوقات بأن لها سمعا وبصرا هذا مثال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا من هو الإنسان فهل إذا أثبتنا السمع والبصر لله وأثبتنا السمع والبصر المخلوق يكون حدث مشابهة فننفي السمع والبصر عن الله طبقا فنحن لا نشك أن ما في القرآن حق فلله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان يليقان بجلاله وعظمته كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين يناسبان حاله من ضعف وفقر وفناء وعجز وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة مثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق وصف الله نفسه بالحياة فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي لا إله إلا هو وتوكل على الحي الذي لا يموت ووصف بعض المخاليق بالحياة فقال عز وجل هاتوا مثال وصف بعض المخاليق بالحياة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وجعلنا من الماء كل شيء حي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فهل ترى يا عبد الله أن الله لما وصف نفسه بالحياة قال لا إله إلا هو الحي القيوم ووصف المخلوق بعض المخاليق أن لها حياة أن إثبات هذا وهذا يستلزم تشابه تشبيه هذا يستلزم تشبيه لا فلله سبحانه وتعالى حياة تليق بجلاله وعظمته حياة دائمة حياة دائمة حقيقية سبحانه والمخلوق له حياة لها بداية ولها نهاية يفنى ويعجز ويفتقر إلى الله سبحانه ووصف سبحانه وتعالى نفسه بالإرادة فقال فعال لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ووصف بعض المخلوقين بالإرادة فماذا قال ويريد خيانته جيد غيره فلما أراد أن يبطش بالذي وعده لهم يريدون أن يبطشوا نور الله يريدون إلا فرارا يريدون عرض الحياة الدنيا إذن أثبت للمخالف إرادة وأثبت النفس إرادة ولا يستلزم من إثبات هذا وهذا التشريف فكل له إرادة تناسب حاله والفرق بين إرادة الخالق وإرادة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق لقد وصف سبحانه وتعالى نفسه بالعلم فقال عز وجل الله بكل شيء عليم أنزله بعلمه طيب ووصف بعض المخلوقين بالعلم فقال ووصف للمخاليق بالعلم وصف بعض المخاليق بالعلم طيب
يعلمون ظاهرا، فإذا يعلمون عندهم علم يعلمون ظاهرا. وقال إنا نبشرك بغلام عليم وإنه لذو علم بما علمناه، وإنه لذو علم، هذه الآية في من؟ وإنه لذو علم بما علمناه، في سورة يوسف يعقوب عليه السلام. طيب، فعلم الله سبحانه وتعالى كامل، عليم بالماضي والحاضر والمستقبل، وما لو كان وشيء ما كان، لو كان كيف سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والمخلوق علمه ضعيف، لا يعلم الماضي إلا قليل، والحاضر قليل، والمستقبل لا يعلم عنه شيء إطلاقا. والله قد أحاط بكل شيء علما، فالله له صفة العلم والمخلوق له صفة العلم مع التفاوت بينهما. ووصف نفسه سبحانه وتعالى بالكلام، أنه يتكلم له صفة الكلام عز وجل. وكلم الله موسى تكليما، فأجره حتى يسمع كلام الله. ووصف بعض المخلوقين بأنهم يتكلمون، مثل يكلم الناس في المهد، وكذلك فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين تكلمنا أيديهم. فإذا المخاليق أيضا تتكلم، فلا شك أن لله سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا لائقا بجلاله وكماله، كما أن للمخلوقين كلاما يناسب حالهم وفناءهم وعجزهم وضعفهم. والمخلوق كلامه لا يأتي إلا بعد المران، ويأتي وكلامه يعتريه النقص، وبعض الناس لا يخرجون بعض الحروف، وصوته ضعيف. والله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فشتان بين صفة الكلام لله وصفة الكلام مخلوق. ولا يستلزم إثبات الكلام لله أي تشابه، ما يستلزم. والفرق بين كلام الخالق والمخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. هذه صفات المعاني، هم هذه الأشاعرة المشهور عندهم إثباتها، هذه الصفات التي أثبتوها يسمونها صفات المعاني. وخرجنا بأن إثبات هذه الصفات لا يستلزم أي مشابهة، ثم نأتي إلى صفات أخرى قد أثبتها بعضهم. فبعض المتكلمين أثبتوا لله صفة القدم والبقاء. وصفة القدم ليس عليها دليل، وإنما الصفة التي ثبتت لله صفة الأولية، هو الأول والآخر. والله ونرد على من المتكلمين الذين وصفوا الله بالقدم، نقول بغض النظر عن قضية ثبوت هذه الصفة، نقول أنتم وصفتم الخالق بالقدم، طيب الله وصف مخاليق بالقدم إنها قديمة. مثال، حتى عاد في العرجون القديم، وأيضا أنتم وأباكم الأقدمون. فهل يلزم عندكم يا أيها المتكلمون أن قدم الخالق مثل قدم المخلوقين؟ أما نحن طبعا فلا نثبت كلمة القدم ولا نقول من أسماء القديم لأنها لم تثبت، نقول هو الأول عندنا ما يغنى. لكن من باب المحاجة نقول له في القدم هذا، والله سبحانه وتعالى له صفة البقاء، ونثبت هذه الصفة لأن الله أثبتها لنا. طيب، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصف الله بعض المخاليق بالبقاء، هل وصف الله بعض المخاليق بالبقاء؟ الجواب نعم وصف. دليل، بقى، بقي، بقاء. وجعلنا ذريته هم الباقين. فهل يستلزم إثبات البقاء لله إثبات البقاء المخلوقين المشابهة؟ كلا، فالبقاء لله يناسبه سبحانه وتعالى، والبقاء المخلوق يناسب المخلوق الذي يفنى، وبقاء المخلوق محدود، ولكنه سبحانه وتعالى أبقى ذرية نوح وتناسلوا إلى أن يأذن الله بفناء البشرية. طيب،
فالله سبحانه وتعالى له صفة الأولية والآخرية التي نص عليهما في كتابه في قوله هو الأول والآخر، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، هذا بالنسبة لصفات المخلوقين. فإذا الأولية والآخرية جاءت للمخالق، جاءت للمخلوقين بدون أن يستلزم هناك أي تشابه. هذا شيء غير السبعة أيضا مما نناقش فيه. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه واحد، فقال وإلهكم إله واحد، ووصف بعض المخلوقين بذلك. فمن هذا قوله سبحانه وتعالى يسقى بماء واحد، وصف نفسه بالغنى فقال إن الله لغني حميد، ووصف بعض المخاليق بالغنى فقال ومن كان غنيا فليستعفف. فإذا هل إثبات صفة الغنى لله وإثبات صفة الغنى للمخلوق تعني تشابه تشبيها؟ الجواب لا. وهكذا فلا داعي أن تنسى صفات الرب سبحانه وتعالى بعلة التشبيه بصفات المخلوقين. وقد وصف سبحانه وتعالى نفسه بصفات الأفعال، نأتي إلى صفات الفعل، ووصف بعض المخاليق بصفات بهذه الصفة نفس الصفة جاءت للخالق في نص والمخلوق في نص آخر من صفات الأفعال. نحن نتكلم الآن عن صفات الأفعال. مثلا الرزق، الله سبحانه وتعالى قال إن الله هو الرزاق، وصف نفسه وسمى نفسه الرزاق، وصفة الرزق يرزق سبحانه وتعالى وهو خير الرازقين. ووصف بعض المخلوقين بصفة الرزق، يعني أن المخلوق يرزق. هاتوا دليلا أن المخلوق يرزق، فارزقوهم. قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. وقال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فهذا الفعل الله يرزق والمخلوق يرزق، لكن فرق شتان بين رزق الله عز وجل ورزق المخلوق. فرزق المخلوق ناقص، ورزق المخلوق لا يكون إلا إذا عنده ثم يفنى فلا يستطيع أن يعطي ولا يرزق إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى آخره. ولا يقدر المخلوق أن يرزق إلا شيئا محدودا، يعطي شيئا محدودا، ما يستطيع أن يعطي كل الناس. الله يرزق الحيتان في البحر ويرزق الدود ويرزق الجراد ويرزق كل أحد سبحانه وتعالى. من صفات الفعل أيضا العمل، عمل يعمل عملا، فالله عز وجل يعمل. وقال سبحانه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. ووصف بعض المخاليق بالعمل أنهم يعملون، كما قال عز وجل لما تجزون ما كنتم تعملون. هذا العمل وهذا العمل إثباتهما لا يستلزم أي تشبيه إطلاقا. والتعليم، وصف الله نفسه بأنه يعلم، أخبر أنه يعلم، وأخبر أن بعض المخاليق تعلم، فقال سبحانه وتعالى علم القرآن، علمه البيان الذي علم بالقلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. ووصف بعض المخاليق بأنهم يعلمون فقال سبحانه نعم تعلمونهن مما علمكم الله. التعليم، التعليم مش التعلم، التعليم نعم أن تعلمني مما علمت رشدا. تعلمونهن مما علمكم الله يتلو عليهم آياتي وزكيا ويعلمهم الكتاب. فهذا التعليم من الله وهذا التعليم من المخلوق، وما استلزم أي تشبيه إطلاقا، كل بما يليق به. ووصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه ينبئ، ووصف المخلوق بأنه ينبئ، وجمع بينهما في آية واحدة. ما هي هذه الآية؟ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فهو نبأ ينبئ سبحانه، والمخلوق أخبر أن نبيه قد نبأ بعض أزواجه.
ووصف نفسه سبحانه وتعالى بصفات الفعل بالإيتاء، فقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، وقال سبحانه ويؤتي كل ذي فضل فضله، ووصف بعض المخاليق بأنهم يؤتون، فقال عز وجل آتوني زبر الحديد، لكن هذا يقول أعطوني، أنا المخلوق يعطي نفس الشيء. ما آتوا، طيب قال سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فوصف الله نفسه بأنه يؤتي، وصف بعض المخلوقين بأنه يؤتون. فكل هذا الكلام يدل على أي شيء؟ يدل على أن الصفات إذا التي وردت لله لو كان هناك مثلها للمخلوقين ما يستلزم إثباتها أي تشريع، كل لما يليق به. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعلو والكبر والعظم، فقال سبحانه ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. هذه في الصفات التي يسمونها الصفات الجامعة، الآن خرجنا من صفات الأفعال إلى الصفات الجامعة كالعلو والعظم والكبر والملك والتكبير والجبروت والعزة والقوة، هذه تسمى صفات الجامعة. ها حتى هذه الصفات على تقسيمهم إذا نظرنا فيها سنجد أن الله أثبتها لنفسه وأثبت بعضها لبعض المخلوقين، فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه علي وأنه عظيم، وقال وهو العلي العظيم، وقال عن نفسه إن الله كان عليا كبيرا، فوصف نفسه بالعلو والكبر سبحانه وتعالى، وأنه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ووصف بعض الخلق بالعظم فقال ورفعنا مكان عليا، وإنكم لتقولون قولا عظيما، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وقال عن بلقيس ولها عرش عظيم. ووصف بعض المخلوقات بالكبر انها كبيره، فقال بل فعله كبيرهم هذا. فهذه الاوصاف الجامعه صفات الجامعه كالعلو والكبر والعظم نثبتها لله واثبتها الله لنفسه، ونثبتها للمخاليق اذا ثبتت لهم، نعم، ولا يستلزم ذلك اي تشبيه. ووصف الله نفسه بالملك فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض للملك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ووصف بعض المخلوقين بالملك فقال في القران طالوت ملكا، وقال الملك اني ارى سبع بقرات، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه الارض. فلله سبحانه وتعالى ملك حقيقي يليق بجماله وكبجلاله وكماله، وللمخاليق ملكا يناسب حالهم وفناءهم وعجزهم وافتقارهم. ملك الله سبحانه وتعالى نافذ، ملك الله سبحانه وتعالى عام، ملك الله سبحانه وتعالى لا يزول ولا يحول، ملك الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف يشاء، ملك المخلوق محدود ومعرض للاغتصاب ومعرض للزوال ويزول، وملكه قد لا يتصرف فيه، ممكن أن تملك شيئا لكنك لا تستطيع أن تتصرف فيه، لأن هناك غاصب، لأن القاضي وضع عليه حجرا، لأن من الأسباب التي قد تعيقك عن التصرف في ملكك، ولكن الله يتصرف في ملكه كيف يشاء. فلا يمنع أن يثبت لله الملك وأن يثبت مخلوق الملك، كل بما يليق به. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه جبار متكبر، فقال العزيز الجبار المتكبر، ووصف بعض المخاليق بأنهم جبارون متكبرون، كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وهكذا. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعزة فقال إن الله عزيز حكيم، ربك العزيز الوهاب، رحمة ربك العزيز الوهاب. ووصف بعض المخلوقين بالعزة فقال وقالت امرأة العزيز، طيب، وكذلك ولله العزة ولرسوله والمؤمنين مجموعة كلها، لأن هذه العزة لله وعزة الرسول وعزة المؤمنين، وهذه عزة الله سبحانه وتعالى غير عزة الرسول وعزة المؤمنين. ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالقوة
فقال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله لقوي عزيز. ووصف بعض المخاريق لأن لها قوة فقال قوي الأمين ويزدكم قوة إلى قوتكم، ثم جعل من بعد بعض القوة. طيب إذا نلاحظ الآن أنه مهما قسم المتكلمون من الأقسام في الصفات فإن هناك صفات لله في هذه البنود التي قسموها ثابتة لله وثابتة للمخالف. وهذا طبعا من بليغ تقسيمه رحمه الله ورده عليهم. طيب وكذلك الرأفة والحلم والرحمة ثبت لله، إن ربكم لرؤوف رحيم ولقد جاءكم رسولا من أنفسكم، قال في آخر آية بالمؤمنين رؤوف رحيم، ووصف الله نفسه سبحانه وتعالى بالمغفرة إن الله غفور رحيم، ووصف أيضا بعض المخاليف لأنهم يغفرون، قول معروف ومغفرة لكل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فإذا هذه الصفات كلها كما ترون. فلو جئنا الآن إلى مسألة الاستواء فقلنا إن الله سبحانه وتعالى قد أثبت الاستواء لنفسه، فقال الرحمن على العرش استوى، وأثبت الاستواء للمخلوقين فقال لتستووا على ظهوره. طيب استوت على الجود، فهل إثبات هذا وهذا يستلزم تشريعا؟ لا. فلماذا يا أيها الأشاعرة تفرون من الاستواء إثبات الاستواء لله وتجعلون في كتبكم وتفاسيركم استوى يعني استولى، وترفضون إثبات الاستواء لله؟ لماذا؟ فسروا لنا لماذا. وهذه كلها الأمثلة التي تقدمت تدل على أنه يمكن الإثبات بغير تشبيه بوضوح جدا. فتجرأ هؤلاء ممن يدعون الإسلام واتباع الحق والدليل على نفي الاستواء عن الله سبحانه وتعالى بأدلة منطقية وكلام فلسفي يريدون منه نفي الاستواء، فماذا يقولون؟ يقولون لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للخلق، وبما أنه غير مشابه للخلق إذن هو غير مستوي على العرش. كلام فلسفي من القواعد من علم الكلام من اليونان لا من القرآن. إذا أثبتنا أنه مستوي على العرش يعني جعلناه مشابه للخلق، وبما أنه غير مشابه للخلق إذن هو غير مستوي على العرش. مقدمات ونتائج. الله سبحانه وتعالى ذكر استواءه على العرش صفة من صفاته في سبع آيات في آيات من القرآن الكريم، في سورة الأعراف ثم استوى على العرش في الليل النهار، في سورة يونس ثم استوى على العرش يدبر الأمر، في سورة الرعد ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، في سورة طه الرحمن على العرش استوى، في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، في سورة السجدة ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، في سورة الحديد ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها. هذه كل الآيات هذه التي تثبت استواءه تأتون أنتم وتقولون إنه لم يستوي، وإننا لا نثبت له صفة الاستواء، وإنه لا بد أن ننفيها ثم نؤولها ونأتي ببديل عنها. فدخلوا في فتنة التأويل، قالوا إذا أثبتنا الاستواء شبهنا بخلقه، ما هو الحل؟ قالوا ننفي الاستواء. طيب وماذا تفعلون بدلا منه؟ قالوا نؤول الاستواء، نؤوله ننفي حقيقتها، نقول مؤكد الحقيقة غير مرادة وإلا شبهناه. طيب فما هو المخرج؟ قالوا نؤوله. هنا وقف الشيخ رحمه الله في رسالته وقفة مع التأويل، واضح استمدادها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، فإنه قد تأثر بهما على ما سنورد في ترجمته إن شاء الله. التأويل يطلق على ثلاث معاني. المعنى الأول
ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ثاني الحال، يعني معنى ثاني الحال الحال الآتية والحال القادمة، يعني ليس الآن، الحال التي ستأتي. ما يؤول إليه الأمر مستقبلا، ما يؤول إليه الأمر في ثاني الحال. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك خير لكم وأحسن تأويله. ولما يأتيهم تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. ما معنى يوم يأتي تأويله؟ ما تؤول إليه حقيقة الأمر، ما تصير إليه حقيقة الأمر، ما سيكون في المستقبل. يوم يأتي تأويله في المستقبل، عندما يأتي تأويله ويحصل، الآن ما بعد حصل، عندما يأتي ويحصل. فإذا التأويل يأتي بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الأمر مستقبلا أو في ثاني الحال، ليس في أول الحال الآن، في ثاني الحال مستقبلا. طيب، ويطلق ثانيا التأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى كذا، يعني في تفسير قوله تعالى كذا، ويذكر التفسير. ثالثا، التأويل عند الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل. وهنا يدخل هؤلاء المناقشين، يدخلون هنا صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، يقولون اللفظ ظاهره استوى فنحن نصرفه عن ظاهره، لماذا؟ قل عندنا دليل. هكذا يقولون. إذا الآن سيدخلون من هذا الباب، فنقول: لا تحتجوا بنصوص التأويل التي فيها النوع الأول والثاني، أنتم لا علاقة لكم بهذا الموضوع. وحتى لا يرتبط علينا معنى التأويل، نقول أن التأويل يكون بمعنى ما يؤول إليه الحال، مثل تأويل الرؤية عندما تحققت وصارت، ودخل يعقوب وأم يوسف على وأخوانه عليه وتحققت الرؤية، آلت إلى أن صارت حقيقة في الواقع، ومن قبل كانت رؤية فتأولت وحصلت في الواقع على ما رأها بحسب ما رأى. فلا علاقة لكم بهذا، ولا علاقة لكم بقضية التأويل بمعنى التفسير. أنتم ستدخلون من باب صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، وأنتم تقولون أن عندكم قرينة، لأنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره، ما يجوز صرف اللفظ عن ظاهره، ولا صار أي واحد يلعب بالقرآن، أي واحد يلعب يأتي بأي شيء في القرآن ويقول هذا المراد به كذا. الصوم حفظ أسرار الشيخ، الحج الذهاب إلى الشيخ، الصلاة كذا، ذكر أسماء علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة. فهم سيدخلون من أي باب؟ هنا لابد من انتباه لمدخل الأشاعرة، سيدخلون من هذا الباب، يقولون التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل. طيب، هنا لابد أن يقسم أن يوضح هذا النوع. صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول، والشنقيطي من كبار علماء الأصول، له عندهم ثلاث حالات. الأولى أن يصرف عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من الكتاب أو السنة، وهذا التأويل عند الأصوليين صحيح سائغ لا نزاع فيه. ضربوا له مثل بكتب الأصول في حديث الجار أحق بفقده، الجار أحق بفقده، في فقالوا ظهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، يعني أنت عندك أرض وجارك عنده أرض، إذا أراد الجار أن يبيع أرضه فأنت أولى بها من غيره، أنت أولى بها من أي شخص آخر غيرك، هذا ظاهرة. لكن لما نظر العلماء في النصوص الأخرى التي جمعوها في موضوع الشفعة وجدوا نصا يقول ما يلي: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب، ما معنى صرفت الطرق؟ يعني حددت، ضربت الحدود، قيل هذه حدود أرض فلان، وهذه حدود أرض فلان، هذه الأرض الفلانية وهذه الأرض الفلانية، فعند ذلك لا شفعة، لا يوجد حق الشفعة، كل واحد يبيع كما يريد. قالوا: إذن الشفعة أين تكون؟
إذا كان عندما تحدد الحدود لا شفعة، إذا متى تكون الشفعة؟ إذا كان في الشراكة المشاعة، أنت واحد عندكم أرض بدون تقسيم، كلاكما يملك الأرض بنسبة مشاعة من الأرض، ما يجوز واحد يبيع نصيبه نسبته فيها بدون أن يعرضها على شريكه. طيب، لما قالوا الجار أحق بثقبه، ظاهرها أن حتى لو كانت أرض محددة، قالوا هذه ليس ظاهرها مرادا، لماذا صرفتموها عن الجار عموما إلى الشريك المقاسم إلى الشريك فقط؟ لماذا صرفتموها من الجار للشريك في شراكة إيش؟ الشراكة المشاعة أو الشريك المخالف، لماذا صرفتوها إلى هذا المعنى فقط؟ قالوا لقرينة، والدليل صحيح، وهو فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب، هذا واضح، دليل صرف الدليل عن ظاهره لقرينة صحيحة، وهذا يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا وتأويلا سائغا دل عليه النص. الثاني، النوع الثاني من التأويل هذا، ونحن الآن نتكلم تحت عنوان صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. النوع الثاني، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وليس دليلا في نفس الأمر، فهذا يسمى تأويلا فاسدا أو يسمى تأويلا بعيدا. ضربوا له مثال بقول ببعض كلام بعض الأحناف أو مذهب الحنيف رحمه الله، لما جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الآن أبو حنيفة يرى أن النكاح، المرأة في النكاح ما يشترط أن يكون لها ولي، بدون ولي ممكن تنكح من غير ولي. فلما قيل الحديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قال المقصود بالمرأة هنا المكاتبة فقط، المكاتبة فقط، الأمة عند سيدها، ما تنكح إلا بإذن سيدها وهو وليها، أما نساء الأحرار والعاديات ممكن بغير إذن ولي. طيب، لماذا ما في دليل صحيح؟ بل النص أي امرأة يفيد عموم، أي امرأة كبيرة صغيرة حرة أما أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإذا هذا الذي ذهب إليه رحمه الله ليس تأويلا صحيحا، والقرينة غير صحيحة، وليس هناك دليلا في نفس الأمر، فهذا يسمى تأويل بعيد تأويل فاسد، وهو صرف لللفظ عن ظاهره المتبادر منه بغير قرينة صحيحة ولا دليل جاز يجب الرجوع إليه. النوع الثالث، صرف اللفظ عن ظاهره بدون أي دليل، يعني حتى ولا قرينة ضعيفة ولا قوية ولا أي شيء، صرف اللفظ عن ظاهره مطلقا هكذا على الهوى والتشهي وعلى الرأي بدون أي قرينة، لا ضعيفة ولا قوية، فهذا ماذا يسمى عند العلماء؟ لعبا، لأنه تلاعب بالكتاب والسنة، كما قال غلاة الروافض إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة، يا سلام، وما هي القرينة التي أوجبت صرف اللفظ عن ظاهره؟ والظاهر أنه بقرة تمشي على أربعة، بقرة الحيوان المعروف، البهيمة المعروفة، الدابة المعروفة، بأي حق صرفت من بقرة إلى عائشة؟ لا يوجد إطلاقا أي قرينة مطلقا، أي حق صرفت من بقرة إلى عائشة؟ لا يوجد إطلاقا أي قرينة مطلقا. وكما قال الصوفية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي النفس، تذبح نفسك بفكين الطاعة. طيب، عوان بين ذلك، قالوا يعني لا شاب ولا شايب، كهل في الوسط، كهل في هذا السن. طيب، الصفراء فاقع لونها، قالوا الصفار الطاعة بالصوم، الصرار وجه الطاعة بالصوم، تسر الناظرين. فهذا كلام فارغ، هذا في الحقيقة يسمى لعب تلاعب، لا في قرينة ولا في شيء، ما في إلا الهوى
الذي يعمي ويصم. فالقاعدة إذن مهمة جدا القاعدة هذه، لأنها تنسف ما يقررونه. لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لقرينة. جاءوا إلى استواء قالوا نصرفه عن ظاهره، ما هي القرينة؟ لماذا صرف؟ قالوا لأن الاستواء يلزم منه مشابهة. يعني ولماذا لم تقولوا هذا في الإرادة؟ ولذا لم تقولوا في العلم؟ ولماذا لم تقولوا في سائر الصفات التي ناقشنا فيها قبل قليل؟ لماذا لا تعاملون الاستواء كما عملتم بقية الصفات؟ ما هو الفرق؟ لا فرق في الحقيقة. وقال رحمه الله: اسمعوا أيها الإخوان نصيحة المشرك. هذه الآن النصيحة تبين السبب الذي من أجله هؤلاء ما قبلوا الإقرار بالصفة. لماذا لم يقبلوا الإقرار بالصفة؟ لماذا؟ قال: فاسمعوا أيها الإخوان نصيحة المشرك، واعلموا أن كل هذا الشر إنما جاء من مسألة هي نجس القلب وترسخه وتدنسه بأقدار التشبيه. فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقدار التشبيه صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسه، كنزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وكاستوائه على عرشه، وكمجيئه يوم القيامة، وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق. فإذا هذه مسألة مهمة، كشف مهم، هذا تحليل نفسي لنفسية الأشعري والمؤولين في الصفات، المحررين في الصفات. لماذا يلجؤون إلى التأويل الذي هو التحريف حقيقة؟ لماذا يلجؤون إليه؟ ومن أي شيء ينطلقون؟ ما هو مبعثهم؟ مبعثهم الإحساس بالتشبيه، اعتقاد التشبيه، لأنهم اعتقدوا أن هذه الصفة إذا أثبتوها شبه الخالق بالمخلوق، قالوا إذن هنا لابد من مهرب ولابد أن نفر. فلذلك ما في واحد معطل محرف إلا قد كان قبل ذلك مشبها. ما في واحد معطل محرف إلا وقد مر بمرحلة التشبيه، لأنه لما اعتقد التشبيه فر منه إلى التعطيل والتحريف. هذه مسألة مهمة جدا. فيدعي أن إثبات الصفة يؤدي إلى تشبيه بصفات المخلوقين، فيكون أولا مشبها وثانيا معطلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حق تأخير البيان عن وقت الحاجة. هل ممكن يكون هذا اللفظ غير مراد ولا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غير مراد؟ لا يمكن إطلاقا. هل يمكن أن يكون ظاهر الآيات كفر؟ هم يقولون هكذا، يقولون ظاهر آيات الصفات، بعض آيات الصفات كفر. فنقول: الله أرحم بعبادي من أن ينزل عليهم شيئا ظاهره الكفر. وهل الله يعجز أن يبين العبارة؟ وهل يعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستبدل لفظا لو كان الله يريد استولى؟ يعني الله عاجز أن يغير، أو لا تكون الآية الرحمن عرش استوى وتكون الآية الرحمن عرش استولى؟ الله عاجز عن هذا؟ كيف نقول الآن أن هذا أفصح كلام وأبين كلام بلاغة، ثم نقول الظاهر غير مراد؟ بل الظاهر كفر. هم يقولون اعتقاد الظاهر كفر، إذا اعتقدت أنه استوى تكفر. لماذا؟ لأنهم انطلقوا من التشبيه. ولذلك قال رحمه الله: فالحاصل أنه يجب على المسلم أن يعتقد إذا سمع وصفا اتصف به خالق السماوات والأرض في نفسه اعتقاد التعظيم بالله. قال: فليملأ صدره من التعظيم، ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والشرف والعلو، ما يقطع كل مشابهة. وهذه مسألة مفيدة في علاج الوساوس. الآن نحن السلفيين عندما نثبت الأصبع والقدم والرجل واليد والكف كما ثبت لله عز وجل، ممكن الشيطان يقول، يعني يشبه لك في عقلك يعني شكلا معينا
تشبيها معينا ونحو ذلك. فكيف تقاوم هذه الوسوسة الشيطانية؟ كيف تقاومها؟ بأن يمتلئ قلبك بالتعظيم عند إمرار الصفة في ذهنك وخطورها في بالك. يمتلئ قلبك بتعظيم الرب. فإذا امتلأ قلبك بتعظيم الرب فكل آيات الصفات التي تمر على نفسك ما يمكن أنها تسبب بلبلة إطلاقا عندك، لأن تعظيمك للرب سيقطع كل علاقة بين هذه الصفات وبين التشبه المخلوق. يعني لو واحد خطر بباله مثلا تصور شكل كذا وشكل كذا وهو في صفات الله، فإذا استحضر عظمة الرب ماذا يحدث لهذه الأشكال التي يجيء بها الشيطان في النفس؟ كلها تنفح وتضمحل. هذا التوحيد، هذا التوحيد. أثبت وعظم، أثبت وعظم، فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا غير متنجس بأقدار التشبيه، معتقدا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا المقام يتزود الطالب من قاعدة، القاعدتين ذهبيتين مهمتين ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الحموية، وذكرها ونقل الشنقيطي رحمه الله. القول في الصفات كالقول في الذات. اثنين، القول في الصفات كالقول في بعض الآخر. هاتان قاعدتان يعني خصم بهما شيخ الإسلام كل أشعري، وضاقت مذاهبهم وأعيتهم الحيل وتأزموا نفسيا من وراء كتاب الحموية، لأنه قعد قاعدتين لا مهرب منه. قال القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات، إذا قلت لي يا أيها الأشعري ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، أقول لك ويده لا تشبه يد المخلوقين وأصبعه لا يشبه أصابع المخلوقين. والقول في الصفات كالقول في البعض الآخر، هذه القاعدة الثانية المهمة، القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا كنت أيها الأشعري تثبت السمع والبصر أثبت اليد والرجل، إيش الفرق؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. انتهت المسألة. هاتان قاعدتان مهمتان جدا، وإليهما أشار رحمه الله ناقلا من كلام شيخ الإسلام ومتأثرا به، لأن الشنقيطي رحمه الله كان في وجه أمره ليس على عقيدة السلف الأسماء والصفات، عندما كان في شنقيط وكان يطلب العلم في ذلك، ولكن عندما جاء إلى الجزيرة والتقى بعلماء الجزيرة وأهدى له الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قدر شيخ الإسلام التيمية، وأوصى بذلك بعض العلماء في المدينة أن يتابعوا الشيخ الشنقيطي في هذه المسألة، حصل للرجل القناعة التامة بمذهب السلف، وألفه بعد غاية نبذه العلمي، حتى لا يقال يعني مسكين ضحك عليه، ألفه بعد غاية نبذه العلمي، ألف مثل هذه الرسالة. وليس ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل. قال اعلموا أن المقرر في الأصول أن الكلام إذا دل على معنى لا يحتمل غيره فهو المسمى نص، بقوله تعالى تلك عشرة كاملة. وإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون أحد الاحتمالين أظهر أو لا يكون. فإذا عندنا نص لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، وعندنا نص يحتمل احتمالين، ثم قد يكون أحد الاحتمالين أقوى وقد لا يكون أحد الاحتمالين أقوى. فإذا كان الاحتمال يتساوى فهذا الذي يسميه العلماء المجمل. وضرب مثل قال لو قلت عدا اللصوص على عين زيد، عدا اللصوص على عين زيد، اعتدى يعني اعتدى اللصوص على عين زيد، فاحتمال أن تكون عينه الباطرة عوروها، واحتمال أن تكون عينه الجارية غوروها، واحتمال أن تكون عين ذهبه وفضته سرقوها. فإذا كلمة عين هذه في اللغة الآن مش تحتمل عين، ممكن تحتمل عين الحاسة هذه، ممكن تحتمل حرف العين من حروف الأبجدية، ممكن تحتمل الجاسوس، ممكن تحتمل عين الماء، نعم ممكن تحتمل الذهب والفضة العين. فإذا كيف نفهم إيش المقصود؟ كيف نفهم المقصود؟ إذا صار فيه اشتراك في اللفظ كيف نفهم المقصود؟ بالسياق، السياق والقرين يدل عليه. فإذا قلت مثلا رأيت رأس الجبل ورأس المال يتبين بالإضافة،
كلمة رأس هذه حسب ما تضاف إليه وعليها معنى، رأس المال، رأس الجبل، رأس الإنسان، حسب. إذا قلت رأيت أسدا إيش يكون الظاهر؟ حيوان مختلف. وإذا قلت رأيت أسدا يقاتل على حصان، واضح هنا أن الأسد المقصود به رجل الشجاع مثلا. فإذا قال مثلا اعتدى اللصوص على عين زيد فعوروها، إيش نفهم؟ عين الماء، من عين الجارية. وإذا قلت اعتدى اللصوص على عين زيد فغوروها، فإذا هي العين الجارية. وإذا قلت اعتدى اللصوص على عين زيد فسرقوها، الذهب والفضة. نعم. طيب، فالاختلاف في الصفات يعود إلى الاختلاف فيما أضيفت إليه هذه الصفات، كما قلنا في كلمة رأس، إذا أضيفت إلى رأس الجبل أو إذا أضيفت الرأس إلى الجبل أو إلى المال أو إلى الإنسان صارت أشياء مختلفة. فإذا قلت رأس المال ورأس الجبل ورأس الإنسان، لأن هي كلمة رأس تكون كلها واحدة متشابهة، هل تقول بهذا؟ طيب، وعندما نقول يد الله ويد زيد ويد الباب، ما يستلزم التشابه، والمعنى يظهر من إضافة كل شيء إليه. فإذا قلت يد الله غير يد الإنسان، وإذا قلت رأس الجبل غير رأس، ها، ولله المثل الأعلى، طبعا لله المثل الأعلى، لكن أنت ترى الاختلاف في المخلوقات. إذا قلت رأس المال ورأس الجبل ورأس الإنسان، هذه مخلوقات كلمة رأس مختلفة في كل واحد منها بحسب ما أضيف إليه. وكذلك يفهم بالبديهة ويفهم بالطبيعة أن عندما نضيف صفة لله سبحانه وتعالى نقول يد الله، وجه الله، قدم الله، أن هذا لا يلزم التشبيه إطلاقا. وإذا قلنا استوى الله واستوى المخلوق، ما يستلزم تشبيه الاستواء بالاستواء إطلاقا، وهكذا. و يؤمن المسلم بصفة صفات الله سبحانه وتعالى، وهو يعتقد أن الله منزه عن مشابهة جميع المخاليق والحوادث المحدثة، ونعتقد في أن ما قاله هؤلاء المحرفون للنصوص باطل، وأن المقدمات الكلامية الفلسفية التي اعتمدوا عليها استخدامها باطل، وإنهم لما قالوا إن الله لا يشابه المخاليق هذه مقدمة، وإثبات استواء لله يؤدي إلى التشبيه، فالنتيجة هي أن الاستواء باطل لا ينسب لله، أن هذه المقدمة باطلة. وهذا الربط بين لو واللام في قولهم لو أثبتنا لا صار تشبه أو تشبيه، هذا الربط كاذب، فالله مستوى على عرشه من غير مشابهة للمخاليق والحوادث، وكذلك سائر صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، تنزيه، وهو السميع البصير، إثبات. ثم مسألة مهمة جدا تساعد في توحيد أسماء الصفات الإيمان به إيمانا صحيحا، أشار إليها الشيخ الشنقيطي رحمه الله، قال قطع الأطماع عن إدراك الحقيقة والكيفية، عن إدراك حقيقة الكيفية، قطع الأطماع عن إدراك الكيفية، لازم تقطع تماما الأمل أن تدرك كيفية إطلاقا، ما يمكن قطع الأطماع عن إدراك الكيفية. إذا اعتقدت هذا فستسلم من كل شبهة. قال الله عز وجل يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فكلمة ولا عبارة ولا يحيطون به علما يعني لا يمكن إدراك كيفية صفاته سبحانه وتعالى، لا يمكن ولا تخيل ذلك، ولا يمكن للعقل البشري أن يحيط به، ولا لعلم البشر أن يحيط به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله واعظا، يعني في مسألة الأسماء والصفات المسألة ما فقط عرض علمي فيه شيء من كما قد يحس البعض بالجمود، وإنما هو عرض وعظي أيضا وعرض إيماني. قال لو متم يا إخواني وأنتم على هذا المعتقد، تنزيه الله عن مشابهة المخاليق، إثبات الصفات له، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، ثلاث أشياء،
إثبات الصفات ونفي التشبيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. قال: لو متم يا إخواني وأنتم على هذا المعتقد، أترون الله يوم القيامة يقول لكم: لما نزهتموني عن مشابهة الخلق، ويلومكم على ذلك؟ يقول لكم: لم تنزهوني. يقول لكم: سيقول لكم إذا أثبتتم الاستواء، يقول لكم سيلومكم على ذلك لأنكم أثبتتم له الاستواء. هل سيقول لكم: لماذا لم تأولوا الاستواء؟ كلا والله لا يلومكم على ذلك. هل يلومكم ويقول: لما أثبتتم لي ما أثبته لنفسي وأثبته لرسولي؟ لا لا والله لا يلومكم على ذلك، ولا تكون عاقبة سيئة إطلاقا. وفي الختام، فإنه ذكر رحمه الله تعالى بأن هؤلاء رجع مرة أخرى يكر عليهم بأن هؤلاء الذين نفوا صفات الله كالاستواء والنزول والمجيء، أولا اعتقدوا التشبيه وقالوا: ما قلته في كتابك لا يليق بك. وجاء ربك قالوا: هذا الآية ما تليق بك، ظاهرها ما يليق، سبحانه على الاستواء لا يليق بك، سبحان الله. فاعتقدوا التشبيه، ثم بعد ذلك قالوا إن فتهجموا على نصوص الوحي، قالوا: لا بد أن نعمل فيها شيء، لا يمكن أن نسكت. فاضطروا بسببها إلى نفي صفات فرارا من المشابهة، فحملوا نصوص القرآن أولا، حملوا نصوص القرآن أولا على معاني غير لائقة بالله، ثم نفوها من أصلها، ثم فسروا الصفة بصفة أخرى من تلقاء أنفسهم من غير دليل، فقالوا: استوى يعني استولى. طيب، ولو مشينا معهم قلنا لهم: استولى، تقولون استولى، طيب المخاليق تستولي ولا لا؟ ها؟ تستولي؟ طيب، فلماذا ما تطلع الآن قضية التشبيه هنا ونقول استيلاء كالاستيلاء، ونحتاج أن نغير الاستيلاء ونجيب معنى آخر؟ أنتم قلتم استوى، ما نقول استوى لأن الإنسان يستوي، وإذا قلنا الاستواء معناها أن شبهنا الله بخلقه. طيب ما هو الحل؟ قالوا: الحل نقول استولى. نقول: طيب والمخلوق يستولي ولا لا؟ فإذا لماذا لا يوجد الاستيلاء الاستيلاء؟ فررتم من أي شيء إلى أي شيء؟ ماذا فعلنا؟ حرفنا الآية بدون فائدة، حرفنا الآية بدون فائدة. فهذا ما أورده رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة النافعة في تقرير توحيد الأسماء والصفات والرد على من حرف الصفات.